إلى بلادنا لتلقي نظرة الوداع الأخيرة على أبي الأمة وأحد أبرز شخصيات هذا العرب. ساحة المسجد حيث يصل في هذه اللحظة الرهيبة الجثمان الطاهر لجلالة الملك الحسن الثاني أيده الله بجلالة الملك الحسن الثاني قدس الله روحه. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله يا أرحم الراحمين. اللهم ادخله الجنة بغير حساب. رحمك الله يا سيدي. اللهم اعطه باليمين الكتاب وادخله الجنة بغير حساب. الملوك ورؤساء الدول والحكومات مختلف الشخصيات وقد غصت بها باحة هذا المسجد في لحظة وداع أخيرة للجثمان الطاهر لجلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه الذي سيوارى جثمانه الطاهر الثرى بعد لحظات وصاحب الجلالة الله أكبر محمد بن الحسن يقبل الجثمان الطاهر. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر
سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. فاتح الوالدان شخص في سيدنا ولو صفى الله نصره ذلك لعمره وانصره على ذلك. اللهم صفح الوالدان اللهم كله وليا ونصيرا. الحمد لله رب العالمين. ربنا إننا لا نسألك رد القدر ولكننا نسألك اللطف فيه، فالطف بنا يا حكيم يا عليم يا عزيز يا رحيم، واجعلنا يا رب قادرين على تحمل المصاب الجلل والفاجعة القوية والخسارة التي لا تعوض. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. في قبره الطاهر
ووسع عليه، فها هو إلى جوارك يا رب، كن له عونا وسندا في ملاقاتك يا أرحم الراحمين. المصاب جلل والفاجعة لا يهونها إلا الدعاء الصالح. يا سليل آل بيت رسول الله ويا عترة المصطفى، المؤمن والمسلم، وهو الوطني، وهو المتسامح. أوذي باسمنا كثيرا ملوك ورؤساء الدول والحكومات ومختلف الشخصيات الدولية يتقدمون تباعا للسلام على جلالة الملك محمد بن الحسن أيده الله ونصره. تعازي رؤساء الدول والحكومات والوفود التي جاءت لتشارك الشعب المغربي في هذا المصاب الجلل. هكذا يهتف المواطنون بحياة صاحب الجلالة سيد محمد بن الحسن، ويؤكدون له من خلال ذلك أنهم سيظلون رعايا أوفياء